هلو، من لكم يوم جميل. يلا بينا على طول نشوف هنعمل ايه في القطعة بتاعتنا. اول حاجة البنطلون ده طبعا انا هخليه للمرة الجاية، على اساس ان انا لسه مش موفراله خيط التطريز بتاعه، لان خيوط التطريز اللي معايا حاليا هي الالوان دي. تمام، طبعا كنت حابة اللون ده فجبت منه كتير، خيط سيرما بس اللي هو بتاع التطريز. تمام، مش السيرما اللي احنا استخدمناه في الباك دي، في فرق. طبعا في منه اللون اللي هو البهتان ده، بصوا انا بلفه كده على اساس ان هو ما يطلعش ويبتدي ان هو يتبهدل. لو حاسين بفرق الالوان، فرق الالوان طبعا ضخم ما بين الباهت والذهبي قوي قوي، وطبعا دول مش هيصلحوا في شغلنا النهارده، الا لو انت يعني حابه تعملي بقى حاجه مطرقعه ساعتها يا ستي براحتك. طبعا دايما بحافظ عليهم بالاسلوب ده على اساس ان هم ما يقعدوش يطلعوا لي كل شويه. انا عندي الخيوط دي، والخيوط دي الصراحه مش هتنفع. النسيج شويه لينين او كتان، واللينن شويه بيكون حساس ورقيق كده ومحتاج ان هو يتعامل معامله خاصه. فهي كل اللي حاصل انه القطعه دي زي ما انتم شايفين فيها زي تنسيله بسيطه، فهنشتغل عليها تطريز وبعدين هنبتدي نحط وراها قطعه قماشه فازلين ونكويها، فكده خلاص مفيش اي حاجه. طبعا في اوبشنات تاني، ان انت مثلا تحطي قماشه وتبتدي ان انت تغيري شكل البنطلون، بان انت مثلا القطعه اللي هي في الحته دي كده من الجنبين تحطيها مثلا قماشه مانديلا، تحطيها قماشه مش يعني مش اسم القماش مانديلا ولكن نقشه مانديلا في حد ذاتها، او الوان تانيه، او ان انت تقصي وتخلي البنطلون ده نص ونص. يعني بصي، مساله التعديل على الملابس عامه مساله كبيره قوي وصعب نتكلم عنها في فيديو واحد، ف انتوا وابداعكم الشخصي. انا بالنسبه لي حابه النسيج جدا، فبس ان انا هعمل تطريز خفيف وبسيط قوي. انا حابه اللون وحابه ان هو كمان مريح وكتان والتفاصيل دي والجيوب بقى والحركات، فهو مميز بصراحه. بس هو مشكلته في الحته الصغنطوطه دي، وطبعا في حته تانية اهي بدات تظهر. الحركات دي بتظهر ليه بقى؟ بتظهر لان احنا مش بنعتني بالقماش كويس، بيدخلوا تراب، بيتغسل في غساله مثلا بشكل هارد قوي، فبيبتدي يبوظ النسيج. تمام، نيجي بقى لفيديو النهارده، وهو السويت شيرت ده او الجاكيت ده زي ما تحبوا تسموه. هو فيه العيب ده، هو مشيل تراب بسرعه رهيبه بس برضه عجبني. تمام اهو، هي الحتة الصغنطوطة دي. فكل انا هعمله ان هختار رسمة، وفعليا اخترت رسمة اللي انتوا شايفينها حاليا قدامكم دي، وهبتدي احط طارق التطريز، وهحاول على قد ما اقدر ان يكون في النص قوي كده. تمام، اهم حاجة الشدة بتاع طارق التطريز. طبعا انا حابة ان هي تكون في النص بالظبط، بحيث ان انا ما اقعدش كل شوية طبعا ايه اتعب. ترى زي ما انتم شايفين العيب بقى خلاص اهو واضح قدامنا والدنيا تمام قوي. هنرسم بكربون القماش على الحته دي كده، وهبتدي ان انا اعمل فراشه. اكتر حاجه هداريها طبعا هي القطعه دي، والقطعه دي هيكون فيها جسم الفراشه نفسه من هنا كده، وبعدين الاجنحه هتبتدي تطلع. وهستخدم معاكم اللون الاسود، طبعا مش كآبه مني ولا حاجه، بالعكس انا حابه كانه التطريز ده يكون زي الحفر البارز، فاهميني؟ ما يكونش بارزه رسمه على الرسمه، لان هو اصلا بصوا نصين، نص اسود ونص الوان، فانا مش حابه قوي ان انا ابرز اكتر من كده حاجات تانية فيه. فهو كده زي الفل، تمام قوي. درجه اللون دي مش فاقعه قوي ولكنها لامعه جدا. ده النسيج، ده نسيج لونه باهت ودي لامع بزياده، فانتوا متخيلين الرسمه برضو هتكون باينه ومش مزعلاني خالص. الخيط ده اسمه الجودي، طبعا ده ماتيريال قطن. ولكن دلوقتي تعالوا نرسم الباترون ونشوف هنعمل ايه في القطعه بتاعتنا، وازاي هنداري الخروم اللي انتوا شايفينها حاليا دي، ويا ترى الرسمه هتطلع حلوه ولا لا. يلا بينا. وطبعا الناس اللي عارفين احنا بنعمل ايه، هتستخدمي كربون القماش وهتبتدي تنطلقي. بالنسبه للناس العاديه اللي ما عندهاش اي امكانيات ولسه ما عندهاش غير طاره التطريز زي حالاتي وشويه خيوط، ف
يلا بينا هنجيب الرسمة على ورقة ونبتدي نثبتها ونشوف هنعمل ايه مع بعض. ترى زي ما انتوا شايفين قررت ان انا اعملها الوان مع الابيض والاسود، فاخترت مش عارفة ليه بس برضو اخترت خيوط الخياطة العادية واستخدمت الالوان دي. لسه ما استخدمتش اللون ده خالص، بس استخدمت كل الالوان دي. وطبعا مش هستخدم ابرة الطنبور لان هي مش بتجازي قوي، بصوا بتشبط اهو. عشان في بنات بتسألني اذا كان ينفع استخدم الابرة دي على يعني اقمشة معينة ولا لا، بس في الحقيقة هي لا. بنستخدمها مثلا بنعملها على التل او الدنتل او الحرير ونرجع بعدين ناخدها كده كرسمة نقطعها ونرجع نحطها على الفابريك او الماتيريال اللي احنا عاوزينها. وانا جيت لكم بقى ليه. انا اول حاجة عملتها ان انا رسمت زي ما انتم شايفين الفراشة على ورقة عادية، ورقة عادية خالص اهو، وبسطتها خالص يعني لا قلم حراري ولا فازلين قماش ولا فازلين اللي هو بتاع التطريز ولا اي حاجة خالص من الحاجات دي. لا استخدمت ورقة عادية خالص عشان نبسط الامور، واظن الورقة والقلم موجودة عند اي حد، وخيط الخياطة العادي خالص. طبعا الرسمة بتاعتي فيها فتحة، هو ده كان الاساس اساسا ان انا اعمل الموضوع ده كله. فهجيب حتة قماشة اي لون، يعني انا ما توجد ليش غير اللون ده فمش مشكلة خالص اهو، وهبتدي اطرز فوقيها. ليه بقى؟ على اساس انه لو حصل وفي تطريز ما يكونش في تطريز على الهواء. طيب القماشه دي هتختفي ازاي؟ هتختفي بالتطريز عليها وبعدين هحط عليها فازلين، فهيكون ان شاء الله سهل جدا. تمام. طبعا انا شغاله كده من امبارح اللي هو ايد تحت وايد فوق على اساس ان يكون المسائل سريعه قوي، وفعليا بقت سريعه وسهله الحمد لله فبسيطه. بس في حاجه مش بسيطه خالص، انه القماشه دلوقتي بتتزحزح مني، شايفين اهو. عشان اريح دماغي هعمل ايه؟ همسك الابر اللي انا كنت مثبتة بيها بره دي واثبت بيها القماشة نفسها. اوكي كده القماشة ثبتت بشكل قوي ومتين، واشتغل بقى براحتي. هبتدي اشتغل بقى الدوائر دي برضو بالوان مختلفة كده زي ما انا شغالة. وطبعا انا مش عبقرية تطريز ولا حاجة يا جماعة، انا مبتدئة بس يعني كل انا بعمله ان انا باخد غرز قريبة كده من بعضها اني بخيط عادي وهي بتديني الشكل، وبعدين هبتدي ان انا اكمل تطريز باللون الاسود اللي هو اللون الاساسي للفراشة. بصوا طبعا دي فيها دايرة شوية، فباجي كده وبعدين بروح على الحتة اللي في النص دي وارجع الخيط كده على اساس ان انا لما اجي اسحب دلوقتي يديني الكيرف او الدايره اللي انا منتظراها. ترى زي ما انتم شايفين خلصت اغلبها. طبعا النقط الصغيره اللي هي في الجوانب دي ورده فرنسيه وخلاص على كده، يعني مش هتتعمل فيها اي تفاصيل معقده يعني. فدلوقتي بقى هبتدي ان انا اشيل الورقة دي. تمام. وطبعا بالراحة خالص كده، استمتع بالمرحلة دي لانها مرحلة مملة شوية بس هي بتبين النتيجة وبتخلي القطعة كويسة. طبعا لو عندك القلم الحراري هيكون سهل عليكي، انا محبتش ان انا اعقدها يعني، ان شاء الله ما تكونش صعبة على حد. اي وردة او اي فراشة، عايزين الفراشة دي تحديدا هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف، دوسوا عليها هتدخلكم على فيسبوك او الانستجرام، تقدروا تاخدوها من هنا براحة خالص كده. ونبتدي نقطع الورق ده حتة حتة كده، هخلصه وارجع لكم مرة تانية. ترى زي ما انتم شايفين ده شكل الرسمة، وطبعا شكل القطعات اللي هي في الاساس هتدارة بخيط التطريز الاسود. طبعا الخيط ده قطن 100% ماتريال مصري، ومش احسن حاجة عشان نكون منطقيين مع بعض كده وصراحة هو مش احسن حاجة. معرفش اذا كان اللون بتاعه بيبهت، مش احسن حاجة في التطريز يعني، في حاجات كتيرة بتبقى افضل بكتير من ده. وهو اللون بتاعه درجة لمعة شوية عن الاسود الموجود قدامكم لو مش واضح في الكاميرا، لان دي كاميرا الموبايل صراحة. كل انا هعمله ان انا هاخد خيط التطريز الاسود وابتدي املى
ما بين الحاجات دي جوه الدوائر دي انا مش هشتغل عليها، هشتغل طبعا بره اللي هو هملى الفراغات الصغيره قوي دي تمام حتى حوالين الاجزاء دي. وهنا طبعا ده هيكون مش بالشكل ده تحديدا، هيكون ورده فرنسيه انتوا طبعا هتشوفوها بعدين، وده هنا هملاه بالخيط ده، فما فيش اي شكل للون البيج ده اللي هو ظاهر في الخلفيه، هيكون كله اسود وهيكون موحد وشكله لطيف. وبعد ما اخلص خالص ان شاء الله هحاول ان انا امضي هنا او اكتب زي كلمه صغيره، لسه مش متاكده اذا كنت هعمل كده ولا لا. فيلا بينا على طول نشيل كل الزحمه دي ونستخدم الخيط الاسود بس. ترى وزي ما انتم شايفين برضو عملت مرحله جديده، وهي كلها ان انا بملى الفراغ. طبعا انا اول حاجه عملتها ان هي الحته اللي كانت هنا دي، وزي ما انتم شايفين مش احسن نتيجه طبعا، ولكن افضل بكتير من انه اسيبها كده خرم زي ما انتم شايفين. والقطعه دي انا قفلت عليها اساس ان هي بس الحته دي اخر حاجه في القطع، فهجيب برضو الخيط الملون ده واجيبه كده من هنا على اساس يعني ان الفراشه بكرش، مش مشكله تكون بكرش يعني، بس اهم حاجه الخروم دي تتدارى. تعالوا بقى اعرفوا ازاي اسلوب الواحد بيمشي بيه عشان يسد الفراغات دي. اول حاجة انا خدت زاوية معينة وحاولت على قدر الامكان ان هي تكون عكس اتجاه الجسم بتاع الفراشة نفسه، الاجنحة تكون الاتجاه العكسي لدي تمام. وطبعا ابسط وارق اتجاه اللي هو الاتجاه اللي ماشي فيه الفراشة سلفا، لان هي جاية كده تمام، فطبيعي ان انا لما اجي اكسيها كده اوكي. فانا عملت الاسلوب ده، يعني هو ممكن يكون مش صح بنسبه كبيره، بس هي اكتر حاجه عجبتني وحسيت ان هي شكلها كويس. والخيط على جنب واحد مش معمول دبل، وكل انا بعمله ان انا باخد خطوط بميل، وطبعا لازم اخلي الميل ده ثابت، بمعنى ان انا لو اشتغلت كده ما ينفعش اجي واعمل كده زي ما انا عملت هنا اوكي اهو. طبعا شكله مش احسن حاجه، يفضل ان هو كان يبقى في نفس الاتجاه زي دي، لكن دي كده شكلها مش صح 100%، ولكن هسيبها زي ما هي مش مشكله، يعني ما حدش هيلاحظ قوي الحته دي الا اذا كان يعني حد ليه في الموضوع، فمش مشكله رهيبه. هو بس ان انا بدخل الخيط واطلعه من جانب تاني، واحاول على قد ما اقدر ان الخيط ده يكون اللي طالع بعديه جنب اللي قبله على طول، بحيث ان هي تكون مرصوصه بالطريقه دي كده تمام. اهو لما تيجي دي تترص اللي تطلع بعدها تكون مرصوصه برضو ايه جنبها كده اهو. وطبعا كل مره بحاول ان انا ابعد سنه بسيطه عن اللي قبلها، بحيث ان هي يعني ما تبانش كانها هي مرصوصه بجد، كانها يعني الايه عشوائيه شويه. شايفين دي طبعا هتترص، هتيجي طبعا تحت شويه، مش هتيجي بالظبط على الحته دي، بحيث ان كاني برسم بالخيط اقرب ما يكون للرسم منه تطريز. طبعا ده ما ينفعش كنت اعمله على الورقه، لانه عشان افك ده كله من على الورقه هيكون صعب جدا تمام. اطلع هنا على الاجزاء اللي هي فيها الدوائر دي، والدوائر دي انا حبيت اعملها دوائر مش اعملها ورده فرنسيه بالتحديد، عشان تبقى غطسه لجوه جسم الفراشه يكون بارز، بحيث ان انا اعمل يعني كاني برسم اوكي. طبعا الجماعه اللي هم في الرسم فاهمين قصدي، واللي ما لهمش في الرسم اديني بوضح. طبعا هتلاقوني شويه بطلع من اماكن عشوائيه وبملى اماكن تانية، ولكن هو التطريز شويه على حسب معينك انت بتشوف الموضوع، بتبتدي ان انت تملي الفراغ اللي عينك حساه اهو. طبعا اهم حاجه الملء بتاع الحواف ده يكون منطقي قوي، مش يكون شكله منفر تمام، او يجي على الخيط فيبان ان انا ما عملتش حاجه، لانه الخيط الملون ده في الاول والاخر هو تحديد اهو. ما بين كل فراغ والتاني بحاول ان انا املى بالاسلوب ده، وزي ما انتم شايفين النتيجه بتطلع حلوه جدا، ولكن طبعا محتاجة طولة بال. وزي ما انتم شايفين لما بيكون في دوريات برضو بتبع نفس الاتجاه تمام اهو، مش بروح اخد اتجاهات وخلاص. هي دي الطريقة اللي انا بتبعها، وما بين الحاجات اللي هي الصغيرة دي ان شاء الله اول ما اوصلها برضو هعلمكم ازاي انا بعملها.
ودلوقتي تعالوا بقى نشوف ازاي بيتم الترقيع مع التطريز في حد ذاته في الحتة دي. فهنسيب الخيط ده ونعمل خيط جديد ونشوف ازاي هنعمل الحركة دي مع بعض. وطبعا مش حتما يكون دايما عندك عيب عشان تعملي تطريز، ولكن هو ده اللي حصل معايا. والخيط ده لو انتوا حاسين ان هو مشكلة ممكن تلفوه على القطعة بتاعت الطرة كده، بحيث ان هو ما يضيعش منكم وما يتكلكعش، لانه طبعا هيكون كبير. مش من المفترض ان انت تعملي حاجة زي كده اصلا، ان انت تلضمي خيط وتشتغلي بيه وتسيبيه وتروحي حتة تانية بخيط جديد، ولكن انا حابة اوريكم بكل بساطة برضو بنفس الاسلوب، ولكن المرة دي بالعرض فهملة بدون اي تعب. طبعا التطريز دلوقتي بيتم على القماشة اللي كانت محطوطة في الظهر، ويفضل طبعا فازلين اسود. بعد ما اعمل التطريز ده اعمل بيه، يا ريت بس الاقي، مش متأكدة اذا كنت هلاقي فازلين اسود ولا لا. الفازلين اللي انا اقصده اللي هو بيتكوي في ظهر القطعة اللي بتعمل تطريز، مش بنشد خالص في المرحلة دي. ولو خيط بعيد بنحاول نقربه كده ونروح على طول على اللي بعده، على اساس ان الخيط يكون مرصوص فما يكونش شكله منفر. زي ما انتم شايفين بحاول املا الفراغ بشكل بسيط جدا. غرزة سهلة للمبتدئين اللي زي حالتي، كمان تقدروا تستخدموها وتطلع منها نتيجة حلوة جدا. وكتير قوي على فكرة من اللي بيطرز بيستخدمها، لانها بتكون بسيطة وسهلة وبتملى الفراغات بسرعة بسرعة، وفي الوقت نفسه لو الرسمة ضخمة عليكي بتخلي شكلها كأنها منسوجة على مكنة. و الغلطة الوحيدة زي ما قلت لكم هي الاتجاهات، انه الاتجاه ده كده تمام ما عملتوش بنفس الميل اللي فيه ده. دلوقتي بقى هنعمل الشعيرات بتاعتها، وطبعا هعمل الاتنين مع بعض عشان ما تحسوش بس انه المسألة عجيبة، لانه انا بثبت من الظهر اهو القماشة وانا شغالة. وردة فرنسية هلف بقى على الإبرة شوية حلوين كده تمام، ومش كتير لو الخيط سميك، أمطلة خفيفة خالص كده زي ما انتم شايفين. وطبعا زي ما احنا عملنا في الأمطلة دي هنعمل هنا، يعني لما اجي ان شاء الله اوصل للحتة دي. اوكي الطريقة دي كده هشتغل، وما بين الخطوط لازم ان شاء الله برضو املاها اهو. شايفين بالشكل ده يا حضرات، هبتدي املى كل الفراغات دي، اخلصها وارجع لكم تشوفوا الفينش الاخير يا ترى هيكون عامل ازاي. ترى زي ما انتم شايفين كده كلها كده خلصت، مفيش اي حاجه فيها، بس هضيف لها لون ذهبي، بس ذهبي باهت ده على فكره، مش ذهبي لمع قوي، ولسبب شويه تدي اضاءه للفراشه بتاعتنا على اساس ان هي اغمق من اللازم. فطبعا الغامق اللي انا اقصده ان هي اصلا الظل بتاعها اسود والحواف معموله بلون غامق، فشويه هدي ضوء للاجنحه من الداخل. هستخدم معاكم اللون الذهبي ومش كتير، يعني مش هبالغ، لا بالعكس حاجه بسيطه جدا هي، بس تديني زي ما قلت لكم الضوء اللي انا عاوزاه. بالشكل كده هحدد زي ما انتم شايفين هنا كده، شايفين الخط ده
هو خط ذهبي وعشوائي جدا، لانه لو بلغت في اللون الذهبي شوية هتكون كمان شكلها اغلبها هيكون ذهبي، وده مش هيديني المنظر الالوان اللي انا اساسا قصدته في الاول خالص. هو بس حاجات كده بسيطة تدي مجرد ضوء للرسمة وبس خلاص، يعني مفيش اي حاجة تاني. وزي ما انتوا شايفين كده الرسمة بتاعتي كلها تكون خلصت. اللون الذهبي ده تحديدا مش هيديني لمعة، هيديني بس ضوء خفيف زي ما انتوا شايفين اهو في ضوء الشمس الطبيعي شكله عامل ازاي، مفيش اي لمعة رهيبة يعني، لا عادي هو بس مجرد ضوء زيادة ليس الا. وبس كده يا حضرات تكون الفيديو النهاردة خلص. حاجة فعليا كانت ممكن تترمي بسبب ان هي فيها قطع، او راح اعمل لها تطريز مش ولا بد في اي محل يكون شكله عشوائي كده، فلا انا عملت لها التطريز اللي على كيفي وصبرت عليها شوية. هي اخدت معايا حوالي 5 ايام لانه انا كنت شوية مستعجلة عليها، وزي ما انتم عارفين في قطع تانية محتاجة ان انا برضو اعمل لها تطريز وبرضو فيها عيوب، وطبعا مش حتما خالص التطريز يتعمل على حاجة فيها عيوب، ولكن زي ما انت شايفة بدل ما ترمي حاجة تكون مقطعة مخرومة فيها عيب، لا طرزيها اعمل لها منظر، عيدي تدويرها قصيها وعديها في حاجة تانية افضل بكتير من انت ترميها على الفاضي. وزي ما انت شايفين شكلها قد ايه كيوت، حلوة قوي وسهلة، واي حد فعليا يقدر يعمل التطريز ده لانه بغرز بيزك قوي. ودي الفوضى اللي بتكون شكلها في الظهر اهي، شكل الفراشة بالفوضى بتاع الخيوط بكل التفاصيل دي. طبعا الخيوط دي هتتشطب تتقصقص كده وتتظبط، وبالفازلين ونروح حاطين قطعة ونروح كوين عليها هتكون زي الفل، مفيش اي حاجة تاني. وكل بيعمل تطريز بيحط القطعة دي، فمفيش داعي خالص يكون التطريز تطريز ماكينات، التطريز اليدوي دايما بيكون افضل وسعره كمان بيكون اعلى. فيديو النهارده كده يكون خلص، تابعوني على الفيس والانستا لو حابين، وروحوا على التيك توك لو بتحبوا الحاجات السريعه. مع السلامه، باي باي. شوية تدي اضاءة للفراشة بتاعتنا على اساس ان هي يا واطية